بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنطبق مع بعض الجزء العملي لمحاضره الارثرو سينتيزيس. زي ما احنا متفقين اي بروسيجر بنبداها بالفور بريبريشن اللي هم بريبير ماي سيلف، بريبير ايكويبمنت، بريبير انفايرمنت اند بريبير البيشنت. بريبير ماي سيلف مجرد هعمل هاند ووشنج وير الابرون، وبعد ما هاند ووشنج لازم اعمل لهم دراي، بعد كده بلبس بعمل وير للابرون والفيس ماسك. بعد بريبير ماي سيلف هروح اجهز الاكويبمنت. الاكويبمنت عندي مقسومه لنصين، نص الباكج اللي جواه استرايل اكويبمنت هنرفعه بعد ما نفتح الباكج، ونص اللي هو كلين او انسترايل منه اللي هو الانتيسبتيك سوليوشن والالكحول سبراي والتاب، وعندنا رول تاول والالكحول سواب، ومعانا اللي هم استرايل تو سيرنج. سيرنج منهم الثلاثه ملي للانستيزيا، وسيرنج المفروض اللي هي 10 او 20 ملي ان انا هسحب منها الفلويد. بعد ما حضرت الاكويبمنتس هروح باخد التري وادخل عند البيشنت في الاوضه. هبدا اجهز الانفايرمنت، اعمل جود سورس لايت، واعمل كلوز الدور ويندو، وكيب البيشنت برايفسي. البيشنت بقى بروح له بعمل ايدنتيفاي البيشنت، لازم اتاكد ان البيشنت ده هو اللي انا هعمل له ارثروسينتيسيس. بعد كده بعمل انتروديوس ماي سيلف تو ذا بيشنت، اسمها اللي اكسبلين بروسيجر تو ذا بيشنت اند بوت البيشنت في الكومفورتبل بوزيشن. عندنا الارثروسينتيسيس لها تو بوزيشن، واحد منهم اللي هو اللاينج في السوباين بوزيشن يعني نايم على ظهره. ببدا ان انا اعمل اكسبوز للافكتد اريا الرجل المصابه من خلال ان انا بعمل فان فولد لللينن، واعمل اكسبوز للافكتد جوينت. ممكن بقى اسيب الليج تبقى ستريت، او ممكن اعمل سلايد بيندنج للني واحط تحتيها الرول تاون. الوضع ده بيساعدني ان انا اعمل فول اكسبوجر للجوينت، بوضحها كويس جدا عشان الدكتور لما يجي يسحب الفلويد اللي هو اسمه السانيفر فلويد يبقى عارف يحدد فين البون وفين الكارتليج وفين الجوينت وفين مكان الفلويد. ده وضع يا اما تبقى نايم سوباين بوزيشن والليج ممكن تبقى ستريت كده، او ان انا بعمل سلايد بيندنج للني واحط تحتيها الرول تاون. الوضع الثاني بيبقى في السيتنج بوزيشن، قاعد يا اما على اللي هي الايدج اوف ذا بيت يا اما على التشير، وبيعمل بيندنج للني بزاويه 45. هنجيب بقى التول اللي بنشتغل عليه كده. جبت الاكويبمنت بيت سايت، هبدا اعمل هنا بعد ما حطينا البيشنت في الوضع المناسب عشان يعمل فول اكسبوجر للجوينت، هبدا اعمل اكزامين او ديتكت المكان اللي فيه فلويد ابيوشن ازاي وذ الهاند، وابدا احدد مكان الجوينت والبون والكارتليج عشان بعمل اناتوميكال لاند مارك. اول ما احدد مكان المتجمع فيه الفلويد او اسمه الفلويد ابيوشن سايت، ببدا بالقلم واعمل مارك وذ بن، هعمل دايره على المكان اللي انا حسيت ان هو ده المكان اللي فيه الفلويد. لو الدكتور مش عارف يحدد بيستخدم الالترا ساوند اللي هو السونار، بتبقى معاه شاشه زي الكمبيوتر وآله بتتحط على رجل المريض ويبدا يحدد له على الشاشه فين المكان الموجود فيه الفلويد، يبدا يعمل له مارك وذ البن. بعد ما عملت المارك هروح اعمل اوبن الباكج. طبعا زي ما احنا عارفين الفار سايد، بعد كده الرايت سايد او الليفت سايد، بعدين النير سايد، واعمل لها ادجاست بحيث ان انا ما امسكش الجزء اللي هو استرايل. بعدين هعمل اقلب الاكويبمنت على استرايل تاول
اعمل ادجست للضغط. حاجات بقى اللي من بره عايزه احطها احطها قبل ما اعمل ريدنج سترايب جلوس، زي البيتا دايت سوليوشن، هعمل شوكروس على السترايب فيلد، هبدا احطه فيه سايد وان سايد. بعد كده ايه تاني انا عايزاه؟ السترايب سيرنج اللي هي العشرة مني، هفتحها والسيرنج اللي هي 3 مللي. خلاص كده بروح اعمل هاند واشنج، او اللي معايا هو الالكوهول جل او الزبراي، بعمل كلين للهاند. وابدا دلوقتي للسترايب جلوس. الارنجمنت الايكويبمنت بتاعتي دي سترايب راب في مستريت مشقوقه، معايا سترايب تيست تيوب وسترايب كوتون سبونج، سترايب دريسنج والفورسبس اللي انا هعمل بيه هولدنج للكوتون سبونج، معايا اللجنوكالين المخدر، وادي السرنجتين طبعا الثلاثة سنتي والخمسة او اللي هما المفروض 10 او 20 سنتي. اول حاجه هعملها هعمل بيك اب لي كوتون سبونج، بخلي تلتين تحت والتلت فوق، والتب بتاعت الفورسبس لازم تبقى لفوق. هعملها في البيتا داين وابدا اعملها سكويز على السايد، واجي اروح على المكان اللي انا عاملاه له مارك وسبن، وابدا اعمل فروم السنتر طول اوتر. كام مره؟ 3 مرات. سيركولار موشن روم سنتر تو اوتر لحد ما اعمل كلين لي سراوندنج سكيب. كده سنتر للاوتر، كده عملنا الثلاث مرات. بعدين هسيبها تو دراي، ليت ات تو دراي من الهواء، او هجيب انا دراي كوتون سبونج وابدا اعمل لها دراي، يا اما اسيبها في الهواء ليت ات تو دراي، يا اما انا هعمل لها دراي. بعد ما عملت الكلين طبعا ده لسه سترايل بس بيتغسل واتحط اتعقم تاني، هاجي اخد السيرنج اللي هي 3 مللي وابدا اسحب. قبل ما اسحب هجيب السترايل دراب وامسكها وافردها بحيث ان هي ما تلمس اي حاجه عن الستايل، وابدا اعمل لها ابلاين اون ذا سايد. هاجي دلوقتي اسحب الليلتين، باخد من 2 ل 3 سنتي. واعمل اكسبند الاير. طيب دلوقتي انا هدي انستيزيا، البيفل بتاعتي لازم تبقى اب، والنضم من التهاب هتعمل استرتش للسكن. هدخل بزاويه 45، ليه؟ لان الانستيزيا بتتاخد في الساب كوتينوس تيشو. هدخل جوه الدايره المارك اللي انا عاملاه ولا بره الدايره؟ لا لازم ادخل جوه الدايره، لان المكان ده هو اللي هدخل فيه السيرنج اللي هي 10 او 20 مللي، فلازم اخضر المكان ده. بخضره اب بزاويه 45 والبيفل اب، وابدا احقن سنتي. بعد كده بعمل رول للسيرج واحقن سنتي تاني، او حقنت سنتي هنا بعمل ريموف للسيرج واخش في السايد التاني بزاويه 45 واحقن سنتي كمان. يبقى انا كده اديت الاناستيزيا بطريقتين، يا اما هحقن في كل مكان سنتي، يا اما هحقن في نفس المكان واعمل رولنج للنيدل سنتي في سنتي. بعد ما حقنت الانستيزيا بسيبها من 45 ل 60 ثانيه
لحد ما تعمل الايفكت بتاعها. ودي على طول بعملها ديسكارد فين؟ في السيفتي بوكس. دلوقتي بعد ما استنيت الدقيقه هاجي اخد السيرنج اللي هي ال 20 مللي، وطبعا النيدل اتاتش ويز ات، وهروح قبل دخول السيرنج المندوب هتعمل حاجه، بعد دخول السيرنج هتعمل حاجه تانية. قبل الدخول الناندومينانت هاند هتعمل استرتش للسكن كده. طبعا القلم احنا عاملين داير، هبدا ادخل بالبيفل داون. بيفل داون ليه؟ لاني هعمل اسبيريشن والتدريج بتاعي لازم يبقى اب. ادخل بيفل داون والتدريج اب وبزاويه 45 اهو. بعد كده ايدي دلوقتي عامله استرتش اللي هي الناندومينانت هاند، دخلت استرتش ايدي هتتشال، مش هتعمل استرتش، هتعمل ايه؟ هتعمل استابلايز للجوينت، هتثبت الجوينت. ازاي؟ هعمل ملك او سكويز، يعني المنطقه دي فيها الفلويد اللي انا حددتها، هعمل ملك من هنا من سراوندنج اريا عند النيدل سايد، مكان ما دخلت الابره حواليها هبدا اعمل ملك او سكويز، هضغط هنا بحيث ان الفلويد يتجمع لي ات ذا نيدل بوينت عند منطقه النيدل كده، هعمل سكويز او ملك او استابلايز، وهيبدا الدكتور يعمل بول اوت للبلانجر بحيث ان هو يعمل اسبيريشن للفلويد، الفلويد هيبدا يخرج معاه. واثناء ما اعمل اسبيريشن كيب ذا نيدل ات ات بليس، ما اقعدش احرك النيدل يمين ولا شمال، لازم احافظ ان النيدل تبقى في مكانها عشان ما اعملش انجري لبلاد فيزل او نيرف. بعد ما سحبت الكميه ال 20 مللي او اتاكدت ان السيرج اتملت بالفلويد، ببدا دلوقتي لو الارثروسينتيزيس فولود باي دراج، لو في علاج الدكتور المريض هياخده، ما بشيلش السيرنج كلها، بعمل ايه؟ بعمل استابلايز للنيدل، بخلي النيدل مكانها وابدا اعمل ديتاتشمنت للسيرنج اللي موجود فيها السليوشن الفلويد كده، واجيب السيرنج اللي موجود فيها الميديكيشن اللي الدكتور قال عليه واعمل لها اتاتشمنت، وابدا احقن السليوشن بقى الميديكيشن. بعد كده الاسبيريشن خلص، يعني سحبت الفلويد واديت ميديكيشن، بعدين هبدا اعمل ريموف للسيرنج سلولي. طب لو انا وانا داخله وحطيتها في زاويه الصح وما لقيتش فلويد جاي معايا اعمل ايه؟ هقوم ساحبه النيدل سلولي باكورد، بس نوت اوت اوف ذا سكين، ما خرجهاش بره الجلد خالص، بسحبها شويه صغيرين بره، وبعد كده بدخلها تاني لحد ما الاقي الفلويد جه معايا. سحبت واديت العلاج وخلصت، في ايديا هتبقى دراي كوتون، وابدا اعمل ريموف للسيرج سلولي واضغط برجع لمده دقيقه او دقيقتين لحد ما اتاكد ان مفيش بليدنج حصل. بعد دقيقه او دقيقتين هبدا اشيل الكوتون وابدا اجيب اللي هي الالكحول سواب واعمل دراي او امسح مكان الايه البيتا دايت او بالتاول اللي انا حطاها على الليف، وابدا اعمل انشف. بعد ما عملت دراي بعمل ريموف للتاول واجيب السترايم دريسنج واحطها ات ذا سايت اوف انسرشن، بعد كده بثبتها بالتاب او احط اللي هي الادهيزف تاب. طب العينه اللي احنا سحبناها دي بقى بعمل ركاب للنيدل، والعينه اهي خدنا مثلا من 10 ل 15 ملي او من 15 ل 20 حسب ما هو الدكتور بيسحب. طبعا انا ببقى واقفه جنب الدكتور مساعده، هو اول ما يسحب او يعمل ديتاشمنت للسيرنج موجوده فيها الفلويد هيديها لي، اقوم انا حطاها فين؟ طبعا التيست تيوب موجوده، اقوم حاطه الفلويد في قلب التيست تيوب على الوول وفي التيست تيوب، بعد كده بعمل لها ديسكارد واجيب الليبل واكتب على التيست تيوب اسم المريض والورد اللي هو محجوز فيه والتاريخ سحب العينه والحاجات المطلوبه ان انا احللها في الفلويد ده وانزلها ليه فور اناليسيس. الدوكيومنتيشن بقى بعد ما بخلص البروسيجر، طبعا برجع البيشنت في الكومفورتبل بوزيشن وبعمل له اسسمنت ريسبونس اوف بيشنت ديورنج البروسيجر اند افتر البروسيجر. بعد كده بشوف الاكويبمنت اللي انا ممكن اعمل له كليم، بعمل له كليم ودراي واروح اعمل له استراليزيشن تاني، واللي بعمل له اكسبوز بقى ايه برميه. بعد كده بعمل ريموف للجلوفز وهاند واشنج ودوكيومنتيشن للاماونت بتاع الجوينت او السينوفال فلويد اللي انا سحبته والكلر
بتاعه، هل هو كلير ولا كلاودي ولا بلاتي. تمام.